السلام عليكم حبايب، والله يسعد اوقاتكم. اليوم جبنا لكم وصفة لكيكة بدون بيض، زبدة او حليب، ويلا نبلش بالفيديو. اول شي رح نضيف الطحين والكاكاو، وطبعا مثل ما عم بتشوفوا للكاكاو حطيناه بمصفاية او منخل لحتى ما يكون عنا اي كتل، وبعدين منضيف السكر وبيكربونات الصودا. طبعا اذا ما عندكم بيكربونات الصودا فيكم تستعملوا البيكنج باودر، وبعدين منضيف رشة ملح. هاي كانت مكوناتنا الجافة، وهلأ بنحركهم وبنخلطهم منيح. طبعا بعد ما خلصنا من تحريك المكونات الجافة بنضيف زيت نباتي وشوية من الفانيلا. وآخر شي منضيف شوية مي وخل. وطبعا منبلش بالتحريك لحتى تتمازج كل مكونات الكيكة. وفي شي طبعا رح تلاحظوه، اللي هو انه قوام هاي الكيكة رح يكون اخف وسائل اكتر من قوام الكيكة العادية اللي بتستعملوا فيها البيض. طبعا اذا انتوا وصلت لهون ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد، وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد. إجا وقت نصب الكيك بالقالب، وطبعا انتو حتختاروا القالب اللي بدكم اياه، بس اهم شي انه تدهنوا بالزبدة من جوا. وهلأ رح يدخل القالب على الفرن. طبعا الفرن لازم يكون محمى مسبقا، ورح نترك القالب بالفرن لمدة 25 دقيقة ل 30 دقيقة على درجة حرارة 180 سليسيوس. وهلأ عشان نعمل صوص هاي الكيك رح نستعمل مي سخنة أول شي، وبعدين شوية سكر، فانيلا، وبودرة الكاكاو. هذا الصوص رح نسكبه على الكيك بعد ما تطلع من الفرن. وهلأ صارت الكيكة جاهزة لحتى تطلع من الفرن. أول شي منترك الكيكة ترتاح 5 دقايق، وبعدين منحاول نعمل ثقوب بهي الكيك حتى بس نسكب الصوص يفوت جوا ويتغلغل مثل ما بيقولوا. ومثل ما عم بتشوفوا وزعنا الصوص على كل أطراف الكيكة. وهلأ إجا وقت التزيين. طبعا كل حدا حر بطريقة تزيينه، بس نحنا زيناها بهي الطريقة. صراحة من شكلها واضح انها كتير طيبة. شو بيقولوا، العين بتاكل قبل قبل التم؟ ما بعرف والله. هلأ صار وقت ناكل. بصراحة طلعت كتير زاكية وكمان كتير اسفنجية، فكتير حبيناها. يمي. وبصراحة أكيد رح نرجع نعملها مرة تانية. إذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، تشتركوا بالقناة، أهم شي تفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد من نزله. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك،
وتكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. منحبكم كتير وشكرا لحبكم ودعمكم المستمر لنا. We love you. ويلا مع فقرة التعليقات.